مرحبا. بتذكر من شي 5-6 سنين دقت لي صاحبتي قالت لي انه امها تعبانه كتير، يعني ايامها صارت الجاي معدوده بعيد عن يعني بعيد الشهر عنكم كلكم، ولازم تجي تزوريها اني اروح انا زورها. حسيت بصعوبه فظيعه، ما بعرف شو بدي اقلها، يعني اكيد ما راح اقدر ودعها وما عارفه كيف اتعامل معها. عندي مشكله بهي المواقف، فاخذت معي شويه فيتامينات وادويه ورحت قلت لها. هي كانت يعني مليانه شوي سمينه، فرحت قلت لها خالته هاي الادويه ان شاء الله بكره بس تصحي بتقدري تاخديهم، وهذا الدواء الثاني الفيتامين بيساعدك انه رجليك كانوا رجليها منفخين بتقدري تاخديهم بيساعدوك انه جسمك يصير احسن. هي حبت تصدق، يعني حبت تصدق مع انه اكيد المنطق بيقول انه لا، لانه كانت كثير تعبانه وهي بتعرف، بس حبت تصدق انه ممكن تطيب وممكن تاخذهم وتتحسن. وانا كمان شوي حبيت صدق انه يمكن يصير الوضع افضل. التفاؤل بيخلينا حتى لو الفتره بسيطه، وحتى لو حتى ما اجى يعني اليوم الحلو يلي بنوعد حالنا دائما فيه، احتمال انه ما يجي، بس اذا استنينا بنكون كثير مبسوطين. كتير وعدت حالي من زمان ببكره احلى، وكنت فعلا حاول ادور بالايام المظلمة على أي نور، على أي شيء يسعدني يخليني أحس أنه بكرة حيصير أضوى الدنيا حتى تصير نهار. ومن كتر ما استنيته إجا. كل الوقت كنت أكيدة أنه بكل شيء، بكل أمور حياتي، بشغلي، باستقراري، بالولاد، كل الوقت الدنيا كلها كانت تقول، الدنيا كلها من الدكاترة يعني يقولوا أنه عندي صعوبة، وصعوبة يعني شبه مستحيلة. كنت أنا حاسة أني أكيد بدي أحمل، كان له علاقة بالتفاؤل، وكنت شايفة أني أنا رح أحمل أكيد، وصارت. يمكن التفاؤل كان له علاقة بكل شيء صار معي بحياتي.